لا، يعد العمل الجماعي من أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح العمل بالمطلق. في كتير يمكن من الأمور ما بتنجح لأنه الإيد الواحدة ما بتسقف، لهيك العمل الجماعي له انعكاس كتير كبير على واقع العمل والمجتمع بكل أنحاء العالم. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الأستاذة رودينا جحجاح، اختصاص موارد بشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير، صباح الإيجابية. يسعد صباحك. يسعد صباحك ست رودينا. يعني بالبداية دائما بيقولوا النجاح هو بيشمل مو الشخص الواحد، هو بيشمل الكل، هو مجهود جماعي. ولكن خلينا نحكي نحن كيف فينا نعمم ثقافة العمل الجماعي من ذاتنا، نبلش من حالنا، نحن كيف فينا ندعم غيرنا، كيف فينا نستشير غيرنا، وكيف فينا نبلش بهي الثقافة من ذاتنا. حلو. هو أول شيء بدنا نحن مفهوم العمل الجماعي، مفهوم نحن لازم نعرف اللي عم يشاهدونا إنه مفهوم العمل الجماعي هو نشاط بيكون فيه مجموعة من الأفراد بيشتغلوا مع بعض ببيئة تنظيمية، ممكن تكون حقيقية، ممكن تكون افتراضية. يعني هلأ صرنا كتير عم نستعمل هاي ليحققوا هدف واحد، هدف مشترك، هدف يعود مصلحة على الجميع. نحن لازم نتضافر هي كل الجهود مع بعض لحتى نحقق هذا الهدف. سؤالك كتير حلو انه نحن كيف فينا، هو اكيد نحن ما عم نلغي، ما عم بلغي ذاتي، انا عم بكون عضو فعال بهي المجموعه. صحيح. لحتى احقق هدف للكل. هلا انا اذا بدي انجح، او حضرتك او حضرتك بتكون تنجحوا، فينا ننجح لحالنا، بس النجاح بيكون محدود، مؤقت، محدود. صحيح. مانو بعيد المدى، مانو بهذا الانتصار الكبير. فأنا لازم أكون ضمن فريق، لحتى أكون ضمن فريق فلازم يكون هذا الشيء منظم، مانو بشكل أنه عشوائي. العمل الجماعي نحن بنعرف أنه هو يعني أهميته أهمية كبيرة. أول شيء عنا لما بنشتغل نحن ضمن فريق وبتكوينة منظمة تحت مع قائد، بدنا ننتبه هون نميز، نحن هون شوي عنا دائما عم يكون مشكله بانه القائد عم ينسى عم ياخذ دور المدير. هلا كثير حلو انه المدير يكون هو قائد، والقائد هو اللي بيتمتع بالروح الابويه، هو اللي بيتغلغل ضمن الفريق، ضمن مع الاشخاص، بيكون قريب كثير منهم، هو اللي عنده ثقه والناجح. هو الثقه تماما هي اهم مقويات القائد، هي الثقه. فنحن اهميه العمل الجماعي ليش نحن لازم نحتاجه، اول شغله هو بيعزز الانتاج عندنا. نحن هدفنا بالنهايه نحن ليش بنستثمر بالعنصر البشري؟ لانه بالنهايه نحن عندنا انتاج بدنا نحصل عليه، عندنا هدف بدنا نحصله. فأهم شيء بيعزز الإنتاجية العمل هو الجماعي. هو أكثر فعال إجمالاً، يعني العنصر البشري هو أكثر فعال بالمجتمع، لأنه هو بالمجتمعات الإنسان، يعني بنبلش من هو الأساسي. طبيعاً هو الإنسان، هو أهم مورد. صحيح. من الموارد. فالمورد البشري نحن يعني هلا توجهت كل الشعوب وكل الحضارات لحتى تستثمر في المورد البشري بالإنسان، لأنه انا دائما هي التعاليم الحديثة كلها انه انت لا تستثمر لأجل الإنسان ولكن تستثمر في الإنسان. صحيح. لأنه هو رح يجيب كل شيء. فنحن بهي الحالة بالعمل الجماعي عم نعزز الإنتاج. ثاني شغلة رح يكون عندنا مرونة بالعمل. لما بتكونوا مع بعض فريق، يعني هلا انتوا اكثر حدا بجسد هاي الفكره، 100%. يعني انتوا هلا انتوا الصديقين الحلوين اللي كثير اللي طالعين بي، يعني عم تعطوا جهد، نتاج جهد لمجموعه كبيره. صحيح. لاداريين، للانتاج، للاعداد، للاخراج، لكثير ناس مجهوله، يعني جنود مجهوله تشكر جميعا. يعني أكيد. فاخر شيء نحن عم ناخذ هذا ثمره هذا اللقاء، فلو ما تضافرت هي الجهود ما راح يكون هذا النجاح. وإله طعم كتير جميل. فقلنا وأهم شيء كمان قلنا إنه نحن لازم، هو العمل الجماعي بيعمل مرونة، وأهم شيء أهم شيء إنه هو بيعمل تواصل، وهي من أهم المهارات اللي لازم نحن. وأشرتي يمكن هدول أهم نقطتين بالعمل الجماعي ركزتي عليهم، المرونة والتواصل. لما أنا أكون مرنة بالطاعات ولما أتواصل مع الفريق، خصوصا إذا كنا عم نحكي عن القائد أو المدير، يعني القرارات أنت كمدير أو قائد ما بترجع لإلك، يجب الاستشارة للنجاح. حلو. هدول التفاصيل قديش مهمة اليوم لما نشوف فعلا بأي مؤسسة إن كانت حكومية أو خاصة، نشوف عم يتم التركيز أكيد على الموارد البشرية بشكل كتير كبير. العمل الجماعي يعني لما أنا أعطي أصغر موظف أكبر موظف حقه، وقديش بتنعكس فعلا على إنتاجية هي المؤسسة. كتير حلو.
وبس بدي نوه على شغلة، ما في كل موظف مهم بمكانه. هاي لازم دائما تتعزز، هاي الثقافة عندنا لازم تعزز، كل حدا أهم من أي حدا لما بمكان عمله. هلأ حضرتك بمكان عملك أنت عم تمثلي أنت المؤسسة كاملة، فكل واحد بمكان عمله أهم من أي واحد، هي أهم شغلة لازم تكون، والمساواة بين الجميع. تاني شغلة، لما بيكون أنت بأحد أفراد المجموعة طرحتي فكرة، فأنت يعني أفضل شيء أنه القائد يعمل له فوكس، هاي الفكرة ممكن نشرحها للجميع، نعمل اهتمام للشخص لأفكاره، وكل زميل لازم يحترم زميله. أهم شيء يسود جو العمل الجماعي هو الاحترام، احترام الآخر، وأنا حريتي بتنتهي عند حريتك. أنا لما بكون لحالي وعم بعمل شغل لحالي بدي أعمل نجاح، فأنا حر، أنا حر. أما هلأ ماني هون، ماني حر، دائما في مساحة لإلي، لازم أحترم مساحتك وتحترمي مساحتي. 100%. ردينا خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة، وهي نقطة أنه كل حدا يعرف شو هو بيبدع، أو هو شو مهامه بهذا الجروب، أو بهذا، أو خلينا نسميها بفريق العمل الواحد. وخلينا نحكي نحن كيف فينا نعرف حالنا أنه خلص ما نتعدى حدودنا، خاصة بالمهنية وبالعمل، يعني ما نصير نحن كمان بدنا نعمل هاي الشغلة شفناها نجحت، لا، نحن هيك باختصاصنا نعرف شو هو ونوقف عنده. وأهمية المدح للآخر والشكر أيضا. كتير حلو. هلأ أهم شيء أنه أنا أعرف مكاني، أعرف إمكانياتي. هي تفضلتي أنت بأن توزيع المهام، هي ممكن تصير غيرة، تصير أنا غار لأنه بدي نفس هذا النجاح، فالاتجاه لهذا الاتجاه اللي هو ما بيناسبني. هذا الشيء اللي نحن بنشتغل عليه بالتدريب. هلأ نحن، أنا عندي مجموعة وأنا قائد بدي شكل فريق، فأنا بدي أمن، بدي حط مجموعة أفراد بدي أشتغل عليهم بالتدريب. ليا بشو مميزة؟ بشو أكتر شيء عنده شيء هو بيقدر يخدم المجموعة وبيخدم العمل ومهارة عالي فيه، فأنا بحطه بهذا المكان اللي هو بيقدم لي، بركز عليه مو بحاربه فيه. طبعاً أكيد ما في. بعدين أنا كقائد مهمتي أنه أنا حل المشاكل والمشكلات والنزاعات. أهم شغلة بتعلمنا العمل الجماعي نحن كأفراد مهارة حل النزاعات، فأنا كقائد أو حتى ممكن يكون كقائد قاعدوا عندي هاي المهارة كتير عالية عندي، بقدر مثلاً أنتوا لا سمح الله طبعاً زميلتين، فأنا بتدخل بيناتكم، ممكن تكون أنا عند وحدة عند شخص أعلى من شخص، فهي بتأثر بالنهاية على الأهداف وعلى سير المجموعة وعلى العمل. لازم يكون في مرونة أكثر بالتعامل. وخلينا نحكي عن نقطة الشكر هلأ شوفي أهم شيء، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالشكر هذا موتيفيشن، تحفيز. بس يعطيك العافية، لأنه هيدا بيعتبروا مثلا هيدا الموظف هذا شغله فهذا واجبك. لا لتحفزيه للموظف لازم تقول له يعطيك العافيه طبعا. لازم طريقه التعامل تقدير الشخص من مقومات العمل الجماعي، انه انا صحيح. التحفيز اساسي، وهو التحفيز المعنوي والمادي. قديش فعلا موجود بمجتمعاتنا هي الثقافه؟ هلا سابقا ما كانت كثير، ما موجود، ما كثير. هلا ما كان، هلا هي شو عم تصير للامانه؟ عم تصير اشياء فرديه، ما بيشتغلوا مع بعض، بيشتغلوا مع بعض. هي للاسف هيك، بس نحن للاسف عم نرجع نحصد نتائج غير يعني نتائج عم تروح حتى على الشخص ما سليمه. هلا شوفي بفريق كرة قدم لما بيكون لما بينجحوا، لما بيفوز فريق وبيدخل جول، الهداف اوكي بيفرحوا فيه، بس النجاح بيكون للفريق كله. هلا شوفي العمل الجماعي هو تحدي بحد ذاته، وهو من مقومات الوجود البشري واللا بشري اذا بدك. يعني نحن ناخذ امثله، مو الطبيعه، انت تخيلي بعالم الحيوان، هلا اذا بناخذ الوز البري، تخيلي انت ممكن ما بتشوفيه سرب انت بالجو، ليش بتشوفيه بشكل حرف في ماشي؟ تخيلي انه هو بيمشي ورا بعضه كله، لانه لما بيضرب بجناحه الوز فهو بيعطي قوه ضغط هواء بخليه دفع للي امامه. هن ليش بيمشوا ورا بعض بهذا السرب؟ وبيكون هون القائد ماشي، فبتلاقيهم كلهم عم يمشوا بسرعه هائله. تخيلي اذا راحت وحده وزي طلعت عن السرب، تخيلي انه هي بطيء، سرعه الوز مع بعضه يعني علميا 71% اعلى من انه تخيلي اسرع من انه هي لوحدها. القائد شو بيصير بالوز؟ هو لحاله علم، حتى نحن اسقطوا العمل الجماعي على هي الظاهره. تخيلي انت انه القائد
قائد السرب بقول له اذا تعب او انهك، نحن عنا ما بيصير القائد يتعب او المدير، انا ممكن اعطيكي المهمه لحدا ثاني. نحن ما انا هي لتسلسليه العمل، لو توزيع المهام فقط القائد ليش وجوده؟ هو لتوزيع المهام، ما بيصير يكون في اثنين يعني. صحيح. نحن لحتى يكون قرب بين افراد المجموعه، فبتلاقي السرب تبع الاوز بتلاقي القائد تبعهم راح ورجع للاخير واجى واحد ثاني محله. حتى لو اوزي تعبت نزلت فبيجوا اثنين منهم بحاوطوها من الاوزتين بينزلوا معها، لو طلعت برات السرب بينزلوا معها، لو تعبت لو مرضت بيضلوا معها بيحاموها يعني بيدافعوا عنها اذا لحد ما انه هي اما ترجع او انه مثلا ممكن ماتت فبيرجعوا. شوفي ما بيرجعوا لسربهم، ممكن لاي سرب ثاني يعني. انا ما خلقت لها العمل الجماعي بس طبعاً. هذا هي لازم انتبه لها النقطه، هي ما انا احتكار يعني انه نحن بدنا نعمل جماعي، هي انه نحن ما خلقنا لهذا العمل الجماعي. انا عندي ابداعات، هلا انت ممكن تنجحي بفريق، هلا انت عم تعملي ابديتس، هلا صار عندك اكسبيرينس قوي، فانت ممكن هلا تصيري بفريق ثاني ناجح يخدم البلد يخدم الاهداف المشتركه كلياتها. فنحن ما نقفع حالنا ضمن فريق واحد، لا وهذا الانفتاح مفروض. ونحن كأفراد أهم شيء لازم نحن كأفراد نتدرب على مهارات، يعني أنا لازم تكون عندي مهارة التواصل، حل النزاع، لازم عندي هاي المرونة، هذا الاتساع، هذا الذهن اللي أنا أعرف الإصغاء. أنت عندك مشاكل، أنا حتى كقائد لازم ادخل معكم بمشاكلكم. يعني انت عندك شيء خاص، اجيتي هلا اليوم تعبانه من البيت، انا المفروض اجي انا اشوف ريحك، زميلتك او زميلك يريحك، ما اعمل انه اليوم انت مانك بادائك العالي، انت ما عندك اليوم الاداء اللي هو المعهود، انا بغطي عليكي، ما برجع بعمل فوكس، لا اليوم ما ممكن انت اللي ما قادر انه ما اجت اللي ما قادر يكون بهي حلقه متكامله هي بهي الاداء العالي بهذا الحرفيه بهي المهنيه يترك لغيره. بالامانه في مين ناطر وعنده هذا الشغف للعمل الجماعي. صحيح. وعنده هذا الحب. بالامانه نحن دائما باي عمل بقول هي النوايا الصادقه، النوايا تكون من جوا صافية، العمل بيكون جميل والعمل بينجح وبينعكس عليك وعلى حياتك وعلى حتى على حياتك طبعا. ومثل ما تفضلت ست ليا كمان الشكر كثير حلو، انه احنا نعمل مثلا كيك اليوم شكر، طبعا بدي نوي على شغلي انه الشكر لازم يكون للمجموعة وليس لأفراد، واللي يتميز كثير 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 والعقاب والعقاب لا ما في عقاب على فكره، هو 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 شوفي شو لازم مفروض لا تنبيه، العقاب ابدا ما انه موجود، التنبيه دائما بيكون بشيء، هو في شيء اسمه ضمن الفريق لازم شيء اسمه كوتشنج، فهذا الكوتش ممكن انا حد للشخص اللي غلط فانا باخذه على جنب بغرفه مغلقه بتحاور انا وياه بنبهه، طبعا انا ما بعمل فوكس على كمان عنده لانه بعمل شيء مع الكل بخانقه هيك ستايل. الجاب الكبير اكبر غلط باني انا المدير الناجح والواثق من نفسه، انا عم بحكي على المدير اللي هو قائد طبعا اللي بتمتع بروح القائد، فابدا ابدا ابدا هذا الصوت العالي ابدا وهذا يعني ابدا وانه حطيت وحده عليك قدام العالم كمان للامانه خطأ. هو بيرجع ضعف عليك قائد. صحيح. انا لما اكون قائد وانا عندي المجموعه تبعي عنده ضعف، في خلل عندي انا. صحيح. يعني انا لازم اعرف انه الخلل مبلش من عندي انا، لانه انا ما عالجت لك، انت طالما قبلت فيكي بالمجموعه، انا طالما قبلت فيكي بفريق العمل، انا جبتك بناء على امكانيات وعلى مهارات عندك، فانا لما جبتك وصرنا سوا فما قدرت اعالج لك هذا الخلل، مشكله عندي. وعلى فكره مثل الصندوق، يعني نقول اذا قلنا صندوق التفاحه الخربانه بتنزع الكل، فانا شو دائما الشكر والثناء امام الجميع وللجميع، والتنبيه انا يمكن كلمه عقاب ما بحبها، فهي دائما يعني تنبيه لحتى الشخص يتحسن، لحتى انا كيف التدريب هلا في عندي ليك، انا في عندي ضعف بالتدريب
بدي يكون. ولازم قد ما وصلنا لأماكن ندرب نفسنا على مهارات كثير عديده لفعلا يمكن ننجح بعملنا، واهم شيء يمكن تنظيم العمل الجماعي مثل ما قلتي، المرونه والتواصل، قديش فعلا النيه صافيه خلال العمل بتنعكس على جميع افراد الفريق. نشكرك الاستاذه رودينا جحجح اختصاص موارد بشريه على وجودك معنا. شكرا كثير. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك. واكيد يمكن العمل الجماعي هو بيبدا من البيت، من الحياه الزوجيه. ممكن قديم نكون نحن ناجحين كمان فينا نعكس هذا الشيء على الحياة العملية. حلو هذا، هو لأن الوقت ضيق كتير فنحن كان لازم نعمل فوكس. بس أنا بدي أقول شغلة بالنهاية، لازم نحن نحب بعضنا ونعرف أنه النهر ما بياكل ما بيشرب من ماءه، والاشجار صح. ما بتاكل صحيح. من ثماره، فنكون متعاونين مع بعض ان شاء الله يا رب. وهي الرساله كثير مهمه انها توصل بهالايام الصعبه اللي عم تمرق على كل العالم. يسعد لي صباحك ونهارك يكون كثير حلو يا رب.